السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايبة لكم حاجة حلوة بقى، حاجة بديل لحاجة احنا بنشتريها برضو زي ما عملنا التنت كده. هنعمل النهاردة اللوشن بتاع الجسم، اللوشن اللي بنشتريه من برا غالي، وان شاء الله انا هعمله لكم باقل التكاليف عندنا. مش عايز غير مكونين اتنين بس، وان شاء الله هقول لكم دلوقتي حالا ايه هم. ورجعت لكم تاني يا حبايبي، ومعايا النهارده سر الخلطه اللي بقول لكم عليها، سر اللوشن. لوشن خطير وريحته رهيبه ومرطب جدا 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 للجسم، وينفع للوش وينفع لكل مكان في الجسم. طبعا اخواتنا المتجوزين، يعني كله بقى، بنوتات متجوزين كله ينفع معاهم، بيرطب الجسم جدا وناعم جدا على الجسم. بصوا انتوا عارفين طبعا كريم جلوسولايد ده احنا كلنا عندنا منه، اكترنا مش بيستعمله لانه تقيل تقيل قوي 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 يعني. فهنعمل بقى منه اللوشن النهارده، هنفضيه كده في طبق، ممكن مش كله يعني، ناخد منه حبه صغيرين كده، اصل هو كتير صراحه ولسه هيكتر قوي بقى دلوقتي، هتشوفوه دلوقتي. وعايزين المكون التاني ميه الورد، ميه الورد بتاعت البشره. تمام يا حبايبي، ميه الورد، ونحط عليها مية الورد ونقلب بقى، نفضل نقلب بقى، نقلب نقلب بقى كتير. هي اصلا هيشرب مية الورد دلوقتي وهنحط غيره، كل ما هيشرب هنحط غيره، كل ما هيشرب لازم نخليه خفيف. خفيف يعني حاجة كده. طبعا الازاز اللي انتوا شايفينها اللي جنب دي مش هنحتاجها كلها، احنا هناخد منها حاجات بسيطة، وان طلعت عند حد ما طلعتش خلاص. هنحط كمان مية ورد. شوف بيشرب يا حبايبي، بيخفف هو لما بيشرب مية الورد دي، بيبقى خفيف. نفضل نقلب ونقلب بقى يا حبايبي، نفضل نقلب. شايفين شايفين الحبة الصغيرة اللي انا حطيتهم بقى قد ايه؟ شايفين الطبق، الطبق اتملى خلاص بقى. شايفين بقى بيخفف، يعني هو لازم يبقى في، بصوا نفضل نقلب فيه لحد ما يوصل للقوام ده ان هو يقع كده. شايفين من حبة صغيرين انا حطيتهم، هعمل لوشن بقى للجسم يجنن وريحته تحفة. شايفين يا حبايبي، لازم نعمل كده لحد ما نقلب. بصوا نحط كمان شوية صغيرين. ماشي يا حبايبي، نفضل نقلب برضو. لوشن روعه ومرطب، يعني هو زياده عن ان هو لوشن، يعني زي اللوشن اللي احنا بنشتريه العادي ده، ده بيرطب كمان الجسم، بيرطبه وينعمه ويخليه طري، يخليه ناعم. شايفين يا حبايبي حبه الكريم الصغيرين بقى قد ايه؟ شايفين؟ بس احنا كده يعتبر خلصنا، لان هو بدا ايه يخفف خالص معانا اهو. بس كده يا حبايبي، شايفين بقى قد ايه لحد ما يقع كده مننا كده. هنجيب بقى ايه احنا بقى لو عايزينه بقى، بصوا اللي عنده، احنا بنقول اللي عنده، اللي ما عندوش هيكتفي بمية الورد على الكريم بس. بصوا الطبق اتملى قد ايه. اللي عنده بقى شوية زيت ورد، زيت ورد تمام، يحط منهم حبة صغيرين تمام. تاني حاجة اللي عنده بقى جوز الهند، طبعا جوز الهند في الشتاء بتبقى الاصلية، تبقى شايفين يا حبايبي مجمدة، هناخد منها حبة صغيرين. يا رب بس تنزل معايا عشان هي مجمدة قوي. شايفين يا حبايبي حطينا منها ايه، حتة صغيرة قوي، مكترناش يعني. بصوا نقلب بقى، ده اللي عنده، اللي مش عنده مش مهم يعني، ممكن نستكفي بس بالكريم ومية الورد. شايفين حبة كريم صغيرين عملولنا اهي، شايفين؟ وجميل بقى ريحته تحفة تحفة بمعنى الجمال يعني. شايفين الحلاوة، وبيرطب بقى زيادة، ان هو بيرطب. هو طبعا هو كريم لوحده بيبقى تقيل قوي، حتى لما بنيجي نحطه على البشرة، البشرة مش بتمتصه. شايفين بقى اهي امتص بقى، وريحته بقى هايلة، ريحته جميلة قوي وبينعم جدا وريحته تحفة. اللي ما عندوش جوز هند وزيت الورد بلاش، احنا نكتفي بس بالكريم.
كريم الجلوسايد وميه الورد بس. لو عندك بقى اي حاجه زي دي اللي هي العلب اللي هي بتعمل بامب دي ممكن تعبي فيها، لو عندك اي علب اي برطمان اي حاجه ممكن تعبي فيها وبس. واقول لك بقى ان انت عملتي افضل 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 واجمل لوشن ممكن تشتريه من بره، وعلى ضمانتي على ضمانتي وجربوه. انا على طول بعمله لان انا كنت بشتري الاول اللوشن ده غالي جدا، دلوقتي بقيت ما بش بشتريه اصلا لان انا الكريم الجلوسلايد ده عندي متوفر وما فيش حد بيستعمله لان هو تقيل قوي. فانت ممكن تشتريه من الصيدليه عادي، العلبه الصغيره دي حتى هتعمل معاكي كتير كتير جدا يعني، على شويه ميه ورد بس، ميه ورد للبشره. وهحب بقى اقولك ان هو هيبقى حاجه جميله قوي، وجربيه على ضمانتي. وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، ومع السلامه.